بهالبيت غيري، ولا حد له كلمه بهالبيت غيري. كل واحد يعرف حدوده يقف عندها. خالتي انا عارفه حدودي زين، خل غيري يعرف حدوده. وتعلين صوتك شبيه بعد. تعلين صوتك علينا ما يخالف، تغسلينا هم ما يخالف. امي قماشه لا يمه، اكو ناس وايد ما يتفاهمون الا بالعصات. وين عصاتك؟ خليها تبي وينها يا جماعه الخير. ما يصير كذي، بالنقاش الهادئ وبالحوار المريح نقدر نوصل للنتيجه. انت ما شفت اليوم ايش سوت فيك؟ حتى دار النوم عزلت بينك وبينها وحطت ستاره، وباكر كل شيء في البيت بتحط ستاره وتعزلنا عن بعض. مو هذا اللي انت تبينه مع حنان؟ شوفي عاد، حنان مالك شغل فيها، ترى ادفن رمتك بالقاع. وانا ومرت اليوم راح نظنطك يا محبوبه. بس يا جماعه خلنا نتفاهم. سلطان لازم نكسر راسها ونعطيها درس ما تنساه. ما يخالف، احنا ما قلنا لا. ولا كلمه. طبيب تاخر وعسى الله يستر، وهذا كله منك يا سلطان. المفروض اول ما طاحت انت ولا واحد من اخوانك ياخذها ويوديها المستشفى. ما ترضى يا عمي مرزوق، ما ترضى، ما تبي الا الطبيب اللي كان يعالجها. الله اليوم بعد مشغول وطرش ولده. ها دكتور، بشر يا دكتور. الحقيقة ما خبيش عليكم، الحالة نقدر نقول انها صعبة. يما مين فوق جوزها؟ ابونا توفى من زمان. ادعوا معانا ربنا يقومها بالسلامة يا رب. يا رب دكتور لو سمحت، ممكن اعرف منك؟ ما عنديش كلام اقول دكتور، هذه امي من حقي اني اعرف ايش فيها. الست والدتك عندك، ارجوك اسالها وهي تقول لك. عن اذنك دكتور لو سمحت. امك شيها شيها. سلطان الحق، امك تقول لها خلاص بتموت. بتموت؟ بوديها احسن طبيب. انا مهي راضيه، مهي راضيه، تقول بتم ببيتي وسط عيالي. اي زبوي من عندها تقول ما بي. بوديها احسن مستشفى، لازم يكون يشوف احسن طبيب. يمه اننا غير شيء. يمه لا تخلينا. كلميني يمه، حاشيني يمه. يا حبيبتي يا خالتي، يا حبيبتي يا الغالية. من بعد عينك يا خالتي، يا سبب سعادتي، جان زين، جان زين ياخذ من عمري ويعطي، جان زين اقدر. يا حبيبتي يا يما، يا كريمة يا يما، يما يا جماعة، يا جماعة ما يصير كذي، ما يصير. انتوا بدل ما تهدون وتهدونها وقاعدين تسوون مناحة وصياح وصراخ، هذا يزيدها زود. بدل ما تطلبون لها الرحمة تدعون لها طولة العمر. ها الله يرحمك يا خالتي، الله يرحمك ان شاء الله، الله يكتب لك السلام. حنان ايش هالكلام تقولين؟ هذا مو عيب عليك. قوموا يا جماعه قوموا، ماكو داعي للمناحه هاي والصراخ، ماكو داعي. مثل ما قال عمي مرزوق، اطلبوا لها الرحمه والغفران. قوموا قوموا تحركوا، خلها ترتاح مرقدها. قوموا يا جماعه، ماكو داعي للمناحه هذه. قوموا بس نسمع، ماكو داعي، ماكو داعي. عارفين الشعور احنا، اللي بالقلب بالقلب. تفضلوا تفضلوا، بس خلوها ترتاح. Thank you.
يلا يا كريم. يا حبيبتي يا يما يا غالية خافوا ربكم ليه هالدرجة مستعيلين عليها وعلى موتتها؟ أوه محبوبة يوزي وفكينا وسكتي، هذا مو وقت المشاكل، خلينا نعرف شلون نحزن على خالتنا في جو هادي من غير دندرة وعور راس. حنظل سلطان وتاليته نظل كذي ساكتين وأمي بهالحالة، ما لنا إلا ننطر قضاء رب العالمين. ايش رايكم لو نوديها المستشفى مو احسن؟ وه انتوا الحين مو شافها طبيب وتقولون عبقري ولد عبقري؟ تفضل 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 تفضل. لا خليك 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 شوف هو سلطان. تفضل عمي. شنو منو هذا؟ شوف يا سلطان، بصراحة الطبيب اللي جبتوه لأمك ما عجبني، رحت جبت لكم أكبر طبيب بالبلد عمره 100 سنة، صار خبير بالأمراض من كثر ما دقدقت الأمراض وعرف شلون العلاج. تفضل تفضل. بسم الله ما شاء الله، انت مش عيانة أبدا، انت حسن. انت صحتك زي البوم يا بنتي. عمي دكتور دكتور، هذه بنت ولد حنا لله، هذا ولد المريضة، ولد المريضة، المريضة داخل امه امه. تفضل تفضل تفضل. ها
هذا طبيبكم اللي جايبينه؟ هذا طبيبكم؟ هذا معارف الريال من مرة، شلون بيعرف علتها ويعالجها؟ هذا ابوك على اللي جايبه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما دايم إلا وجهه سبحانه. خالتي إمه الله يرحمها، دزوا برقية لهلا وقولوا لهم إنه مات، واتصلوا بالبلدية بإجراء اللازم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا سلطان. لا هلا ولا مرحبا ولا قرب دار. شو اللي جايبك هني؟ شو اللي جايبك بيانيتي؟ من اللي عطاك العنوان؟ أكيد أكيد هذا من جو الفقر. طيب يا من جو الفقر، إذا ما وريتك ما كنا أنا سلطان، ما بقى لها الأشكال هاي تيو بيوتنا بعد. أنت جاي ناوي تدمر حياتي؟ أنت دمرت حياتي. شوي شوي. أنا دمر حياتك؟ اسمه سلطان، خرج بابا من السجن وحذر إلى حنة وأعلم بأي لقاتنا وهو رجل أكشر. أي علاقة للتحجين عنها؟ أنا ما بيني وبينك أي شيء. Don't say that. منزل أبوك الأكشر هذا شبي؟ أزواج، أبوي محافظ، أزواج أو الموت. أبوك يعني يبي يذبحك أنت؟ يذبحك أنت، لا تتزوج. بعدين بعدين نتفاهم بعدين. تعالي أنت تعالي الحين، روحي الحين وبعدين نتفاهم. عمي عمي تعال تعال لي. لا 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 مهني مهني. تعال 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 مطبخ. تعال تعال عبير واخلي على الغاز يا عبير. يا حبي هذا العصير، العصير داخل العصير. تعالي تعال 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 تعال. اشي الله لا يبارك فيك ولا في الساعة اللي شفتك فيها. الله لا يبارك فيك. سأسوي فيك الحين، سأسوي فيك. انت خايف؟ لا ماني خايف، انا شمنه خايف، بس وجودك هنا في بيتنا غير عادي. انا بخاف من الموت والقهر. You're my boyfriend. تجي بيتك، تجي بيتي، هذا عادي. والله حلو تجي بيتك، تجي بيتنا. هذه بقى عندكم العادات عندكم هذه، لكن عندنا هني لا، هني فيها طلاق، فيها محاكم، فيها ذبح. شوف العقد. ماكو عقد، سمعي. بلا عقد بلا. ها بعد انه بطل شمخت اشوف. سمعي. قعدي هني خلنا افكر في طريقه اطلعك ولا اطلع روحك. قعدي هني. سداوني سداوني. Don't move. Be quiet. Don't move. Okay. تعالي تعالي يا سبب البصايب انت. تعالي تعالي. اكلي بس هذه امه. ابي يا امه علشاني لو بس هذه. اخروا عني ما ابي، نويت اموت جوعانه. حنظل نويت تموتين جوعانه؟ انت لازم تاكلين افا عليك، ولا ايش تبين يقولون عن الناس؟ يقولون انطوت مصارينها وماتت جوع؟ هذه الاشاعه اللي بتطلع علينا، وانت عارفه ان الاشاعات في هالديره مثل الضوء. ما ابي ما بتركوني، ما ابي اني اروح له. ايه ومضى قطار العمر. يا حسافه يا خالتي. معها حق خالتي، خانت حيلي. وحدة عارفة روحها أنها بتموت خلال ساعات، شلون لها شهية للأكل؟ وي اليومك قبل يومي، الفالج وابجيك إن شاء الله. أنت ما تقولي ليش عندك على هالخرابيط هذه وهاللقافة الزايدة؟ أنت ما تتجبين وتشكتين؟ ما تشوفيننا بحالة غير نمونة؟ يا وأنا إيش قلت؟ وأنا صادقة وراس خالتي العزيزة إني أنا سامعة حتى اللي يموت هو يعان أحسن له، وخالتي تعرف مصلحة نفسها زين. أنتوا بعدين معاك وثالثها معاك، لا حيا ولا حشيمة. هذا كلام ينقال قدام وحدة بتموت؟ والله عاد أنا أعبر عن شعوري، ماني مثل غيري. سمعي عاد بتعبري عن شعورك عبري عنه بمكان ثاني مو هني. يلا برا شوف يلا. يا 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 إيش فيكم حمقانين أنت ويا مرتك؟ بالعدالة عيوني بالركادة، ما حد يحب خالتي بهالبيت كثر زوجي عادل حبيبي عدوله. روح طالع بداره ودموعه اربع اربع ومثلكم. ايش قلتي عادل وين فيه؟ بداره. احنا يا بنات الحمايل ما نطرد ريايلنا من دورهم.
الموت يا ذاك الصلاة يا كنوت. سوفيك انت يا حظ ردي سوفيك. بعد معصبة احش سوفيك لو شفتنا محبوبة شو يصير فينا اكيد نطلق على ايدك. وانا وديك وانا وديك وانا وديك. تعالي وين وين لازم اطلعك من هني لازم اذلفك من هني. الشباك هذا يطلع الحديقة. وين دفنو انا ما حرامي. امشي تبي تصيرين حرامية غصب عليك. اكوي اكوي يلا. شفت؟ شفت بعينك يا يبا؟ لحظة محبوبة لحظة أرجوكم لا حد يشوف فيني لا حد يشوف. أنت شو اللي جايبك هنا؟ انشلي بعد تقولي أنا ايش عليك؟ فهمك خليني أفهمك خليني أفهمك عمي. هذه أنا جايبها ممرضة حق الوالدة عليها خفة إيد يا عم تطق قبار تخذب العمي. وصلت فيك المواصيل لحظه بس سوي كذي اجيب وحده بداري وبيتنا يا محبوب الله هذا انت هذا انت يا مستقيم والله فاهميني غلط فاهميني غلط ايش فاهمينك ايش فاهمينك غلط ما تقول ايش فاهمينك ماني طامر عليك من الدريشه هني بعد شلون هم بتجلب ما تجوز ما تبطل حجي مرزوق افا عليك مش لا يا اخوي لا ارجوك صحيح اخوي سلطان غلطان لكن تطق لا احنا ما حد يطقنا الا هنا بس انجب تجب بس بس انت ولا كلمه مو شغلك بس طلقني يلا الحين طلقني طلقني شو طالب قول طالب قول طالب لا ما اسمعني يا اخوي طلقها ايش علامك انت كذي ايش علامك اللي انت صاير على سواد ويك انت ما تصلحون البعض يلا اخوك انطق ونهان شوف ايش سوى فيه مرزوق طالب واحد غريب يعجبكم اي البيت ويطق اخوكم وانتوا واقفين تطمشون وين الشهامة وين النخوة وين المروة ليش تقول ليش تقول ليش تقول ليش ليش تقول ها شفيك انت شفيك ليش تقول يلا يلا مكانك شاوت شاوت ما عليكم ما عليكم وصارت فيكم المواصيل انكم تمدون لسانكم على عمي عمي وطقنيهم كيفه كيفه عمي مقام ابوي يلا يلا كل واحد داره يلا كيفك بالطقاق طقك عمك ولا يدك عساك ان شاء الله تنهرس هريسه والله زين سوى فيك لكن احسن شيء نروح نقعد خالتي قماشه من غيبوبتها ونعلمها باللي صار كله لا لحظه لحظه يا جماعه والله حرام عليكم باقي لها بالحياه ساعات بتسوونها دقائق والله حرام يلا يبا يلا نمشي ما انا قاعد بهالبيت ولا دقيقه عقب اللي صار يلا شنو انت وين بتروحون بنروح بيتنا انت مو شغلك ولا تكلمين وباكر ان شاء الله بتوصلك ورقه طلاقك لا شنو توصلك ورقه طلاقك وانا متزوجتك انت ولا متزوجه ابوك علشان تطلقيني شوفي عاد انا مرزوق يحبني ولا يمكن يطلقني تطلقون انت بالطقات تطلقوا والله عاد لا تدمين سعادتي وزي عني يبا يبا تكلم قول اي شيء رد على هالخبله انا اقول يا بنتي يعني الحين انت حامل وخالتك مريضه ومتكلفه وهذا بياخذ عقابه مو فالت من ايدي وانا اشوف ان الموضوع ان اجله لما وقت ثاني نعم الراي يا عمي بما قلت نعم الراي قلت فاصبت فضربت فاوجعت فادبت